مخيم الأمعر للاجئين في مدينة البيرة كان هدف قوات الاحتلال، ومن بين أزقته وأسوار بيوته تصدى عشرات الشبان لاقتحام وحدات الجيش الإسرائيلي المخيم. القوات الإسرائيلية اعتلت سطوح المنازل وأطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. صار مواجهات داخل المخيم أسفرت عن إصابة حوالي 20 شاب في الإجرين. فبعد ما انتهت المواجهات داخل المخيم وهم طالعين طلعوا الشباب وراهم يعني يطبش عليهم، فأجت إصابة مشحت رصاصة في الرأس عنده في رأسه، والحمد لله رب العالمين أجت سليمة. قوة الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين قبل أن تنسحب من المخيم بعد رشقها بالحجارة، علما أنها فشلت في اعتقال أيمن أبو عرب من حركة فتح وهو من اقتحمت المخيم لاعتقاله. اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين، يدرك الإسرائيليون أنها لن تنهي الانتفاضة أو توقف المقاومة، بل على العكس من شأنها أن تزيد من تصعيد الأوضاع على الأرض. قرية العرقة تصدت هي الأخرى لاعتداءات الاحتلال، حيث قام الجنود بإغلاق مداخل القرية بالسواتر الترابية والحواجز العسكرية ليفرض عليها حصار مشدد بعد تنفيذ شابين من القرية عملية إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال أسفرت عن استشهادهما. تم الاعتداء على الكثير من المنازل المواطنين، تم تسكير مداخل البلدة كاملة، المداخل الرئيسية حتى المداخل الفرعية، مداخل الزراعية التي والقرى الطرق التي تربطنا بينها وبين القرى تم تسكيرها. وفيما شيعت مدينة بيت لحم شهيدها نعيم صافي إلى مثواه الأخير في بلدة العبيدية وسط هتافات تتوعد بمواصلة المقاومة، لا تزال بلدة قبية شمال غرب القدس تنتظر تسليم جثماني ابنيها اللذين استشهدا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. نسرين سلمي من مخيم الأمعر للاجئين الميادين.